السلام عليكم بناتي وأولادي، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا حبايبي. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، لابد أن نعرف أن هذه الأيام التي نحن فيها هي نعمة كبيرة من نعم الله عز وجل علينا، وهي أيام شهر ذي الحجة، فهي أيام مباركة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لشرفها وأهميتها. فقد قال الله تعالى: والفجر وليال عشر، كما قال عنها نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. ففي هذه الأيام يقوم المسلمون بالركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. فالحج رحلة عظيمة يزور فيها المسلم بيت الله الحرام في مكة المكرمة ويطوف بالكعبة المشرفة، ولا يمكن أن تؤدى هذه الفريضة إلا في هذا الشهر، شهر ذي الحجة، ولا تكتمل مناسك الحج إلا بالوقوف على جبل عرفة، فهو ركن الحج الأعظم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فهو أعظم أيام الحج، وفيه يغفر الله تعالى ذنوب عباده التائبين ويعتق رقابهم من النار، فاللهم اجعلنا منهم. ويباهي الله بحجاج بيته الحرام أهل السماء. فتعالوا معا نعرف كيف نقضي هذا اليوم العظيم، وهو غدا يوم التاسع من ذي الحجة، حتى نفوز بمغفرة الذنوب والعتق من النيران. أولا، لابد أن نعظم هذا اليوم ونتذكر فضله ومكانته عند الله عز وجل. ثانيا، نكثر فيه من الأعمال الصالحة، ومن أفضل الأعمال الصالحة الصيام، فصيام يوم عرفة يكفر سنتين من الذنوب، سنة قبله وسنة بعده. فما أكرم الله عز وجل الذي يمحو بصيام يوم واحد ذنوب عامين كاملين. عشان كده يا حبيبي ننوي كلنا دلوقتي صيام هذا اليوم العظيم اللي هو غدا إن شاء الله. ثالثا، ومن أفضل الأعمال الصالحة في هذا اليوم أيضا الدعاء، فالدعاء في يوم عرفة مستجاب، فينبغي علينا أن نكثر ونجتهد في دعائنا لله عز وجل بكل ما نريد، وخصوصا الوقت من العصر إلى المغرب. وأفضل دعاء وصانا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. دعاء سهل وبسيط نحفظه ونردده كتير جدا في يوم عرفة إن شاء الله. رابعا، بجانب الصيام والدعاء، المحافظة على الصلاة في وقتها، الصدقات، الاستغفار، قراءة القرآن، الأذكار، وغير ذلك من الطاعات الكثيرة. وزي ما تعلمنا وعرفنا فضل يوم عرفة وماذا سنفعل في هذا اليوم، تعالوا نعرف مع بعض آداب وسنن عيد الأضحى المبارك. أولا، التكبير، ويبدأ التكبير من فجر يوم عرفة، وهو اليوم التاسع زي ما قلنا من ذي الحجة، إلى عصر آخر يوم في العيد، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وكلنا طبعا عارفين صيغة التكبير اللي بتقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ونرفع أصواتنا يا ولاد بهذه التكبيرات في الأيام اللي قلنا عليها، في المساجد وفي البيوت وبعد كل صلاة، تعظيما لله وإظهارا لعبادته وشكره. ثانيا، الاغتسال والتطيب ولبس أفضل الثياب في أيام العيد، فالمسلم عموما في كل الأوقات طاهر ونظيف دائما. ثالثا، أداء صلاة العيد وسماع الخطبة، وتكون صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهي ركعتين، نكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. رابعا، ذبح الأضحية والأكل منها والتصدق على الفقراء، فذبح الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون بعد صلاة العيد. خامسا، التهنئة بالعيد،
نشر التهاني والمعايدات في العيد وزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء، ولا ننسى العطف على الفقراء والمساكين والأيتام. سادساً، إظهار الفرح وإدخال السرور على أهل بيتي وعائلتي، واللعب وشراء الهدايا والحلوى والألعاب. وبكده يا ولاد نكون خلصنا. لكم مني كل الحب، ويا رب يجعل أيامكم كلها أعياد وأفراح. دمتم في أمان الله وحفظه.